السلام عليكم. هنبدأ النهاردة درس Middle 2 Geometry. The lesson is Medians of Triangle. Lesson هنبدأ الأول نعرف هو إيه هو الميديان. So what is the triangle median? الميديان line joined between a vertex in a triangle and the midpoint of the opposite side. For example, the line AD. Say نحن عندنا triangle ABC. وجينا عندنا point D midpoint of BC. يبقى عندي line اللي هيوصل ما بين A vertex and D the midpoint which is the opposite side of A. ال AD ده اسمه vertex. يبقى ال vertex هو line طالع من اسف ال median line طالع من ال vertex لل midpoint لل side اللي قصاد ال vertex. يبقى عندي ال AD for example the median. طيب how many medians in triangle؟ احنا اتفقنا ان الميديان بيطلع من الفيرتكس للسايد. طيب عندي في الترينجل كم vertex؟ 3 vertex. any triangle has 3 vertexes or 3 vertices so it has 3 medians. يبقى اي ترينجل يا جماعة لازم يكون فيه 3 medians عشان هو فيه 3 vertex. for example لو عندي ترينجل ABC هيبقى عندي D midpoint يبقى AD is a median. We see E, another median, and BF, the third and the last median. يبقى عندي D midpoint, E midpoint, F midpoint. وطالع من three vertices, طالع three medians. وده كده الماكسيم. هنلاحظ حاجة بس في اللي احنا شايفينه ده. ان انا عندي كل الميديانز intersected in one point, which is M. M for example, ممكن يبقى اسمها N, L, S, whatever, بس هنا هنسيمبلايز ات تو ام. وفي فاكت ان all medians has a concurrent point which is m. يعني كل الميديانز كلها بتتقابل في نقطه واحده او تتقاطع في نقطه واحده which is all the medians intersected in one point, this point called or named concurrent point m. دي فاكت مش محتاج ان احنا نعملها بروفنج. طيب ايه تاني ممكن نقوله مع بعض؟ الكونكرنت بوينت اللي احنا شفناه الام which is concurrency point divides any median. يعني ال concurrency دي اللي موجودة على median divides any median into two parts. The ratio between these two parts is 1 to 2 from the base or 2 to 1 from the vertex. حاول نشوف الكلام ده. لو عندي triangle ABC وعندي D midpoint ورسمنا بقى 3 medians كلهم intersect in one point which is the concurrent point أو concurrency point M. طيب افرضوا بقى ان عندي ميديان ماشي كمان ميديان ماشي ده كده عشان نسيمبليفاي بس الموضوع. فيبقى عندي ميديان اي دي ام دي الكونكرنسي بوينت عملت ديفايدنج او ديفيجن للاي دي فبقى عندي بارت اسمه ام اند بارت از ام دي. سو ذا ريشيو بتوين ذا تو سيجمنتس دي ام اند ام اي ذا ريشيو از 1 تو 2 سو DM1 MA2. وده معناه ان from vertex اللي هو A هيبقى ratio 2 to 1 انما لو قلنا from base هيبقى 1 to 2. اوكي طيب نبدأ نشوف الموضوع ده ممكن يعمل applying ازاي على examples. example find the length of the median. عندنا triangle ABC D is a midpoint AD is a median وعندي given M هي الكونكرنسي بتاعت الميديان بتاع الترينجل ده. وداني given ان MD equal 4 سنتيمتر AM is required. هنفتكر الريشيوز كنا قلنا لو عندنا concurrent point يبقى الريشيو is ايوه 1 to 2. يبقى لو كان عندي ريشيو 1 equal 4 سنتيمتر يبقى ريشيو 2 equal double 4 سنتيمتر which is 8 سنتيمتر. لو حبينا نكتب الكلام ده نقول AM equal 2 times 4 equal 8 سنتيمتر. So الميديان بقى كله اللي هو ال AD equal 4 ده البارت الصغير اللي تحت plus 8 البارت الصغير اللي فوق equal 12 سنتيمتر. لو خدنا example مشابه جدا بس مع اختلاف ايه هو الميسنج فهنقول عندنا AD median وعندنا ال M هي ال concurrent point وعندي given AM equal 6 سنتيمتر MD is missing. هنا عندي الجزء اللي انا مش عارفه هو اللي قريب من البيس مش قريب من الفيرتكس فبالتالي ريشيو زي هي هيبقى عندي AM هي 2 والMD هي 1.
So لو انا عندي ratio 2 equals 6 سنتيمتر, so the ratio 1 equal half the 6 سنتيمتر, which is great 3 سنتيمتر. So MD equals 6 over 2 equal 3 سنتيمتر. يبقى AD total median length equal 6 plus 3 equal 9 سنتيمتر. Another examples. عندي example بيقول find the length of AM. فين بقى AM ده؟ عندي triangle ABC, D is a midpoint, AD is a median. So M is the concurrent point. عندي AD كل الميديان كله equal 15 سنتيمتر. طب ايه اللي required؟ AM الجزء اللي فوق بس. عندي الريشيوز لو احنا فاكرين, عندي AM والMD كان 1 to 2. طيب انا عندي given 15 سنتيمتر, ده AD كله, وده معناه ان الريشيوز 1 وال 2 على بعض equal 15. ازاي اقدر احل الاكزامبل ده؟ انا بقول ان عندي السيجمنت اي دي كلها الريشيو بتاعتها 3 والاي ام الميسنج الريشيو بتاعتها 2. يبقى هقول لينث اوفر لينث ايكوال ذا ريشيو اوفر ذا ريشيو. نشوف الشكل ده عامل ازاي. هنقول اي دي ريشيو ده الميديان كله ايكوال 2 بلس 1 ايكوال 3, اي ام ريشيو ايكوال 2, اي ام لينث اوفر اي دي لينث. يبقى الاي ام AM اللي هو 2 over AD length اللي هو 3 equal AM ratio over AD ratio. طيب يبقى عندي length over length equal ratio over ratio, واتابع ان لازم يكون the same order. لو فوق AM يبقى فوق AM, لو تحت AD يبقى تحت AD. يبقى length over length equal ratio over ratio. طيب AM which is missing سبته زي ما هو, AD length equal 15 cm given equal ratio of AM 2 over ratio of AD total ratio equal 3. So AM over 15 equal 2 over 3. يبقى AM equal 15 times 2 over 3 equal 10 سنتيمتر. يبقى عندي AM البورت اللي فوق ده 10 سنتيمتر. طب let's check. لو ده 10 سنتيمتر يبقى جزء الزوان تات MD equal كام؟ equal half ال AM. So half 10 equal 5. يبقى البورت ده 5 والبورت ده 15. يبقى excellent, the sum of both equal 15 سنتيمتر, وده معنى ان حليت صح سليم. نتكلم تاني على another example. بيقول in the opposite figure ED equal 4 سنتيمتر, DM equal 3 سنتيمتر, B equal 6 سنتيمتر, find the perimeter of triangle BMC. عندنا shape, عندنا triangle ABC, E and D are midpoints that can given AD M. Okay. ايه بقى اللي مطلوب؟ هو بيقول لي ان ال AD equal 3 سنتيمتر, AD ده اللي فوق equal 3 سنتيمتر. طيب DM, DM الزوانت ده equal 3 سنتيمتر, BE يعني كل ده equal 6 سنتيمتر. هو طالب the perimeter of triangle BMC, التريانجل اللي تحت ده. انا عشان اجيب البيامتر بتاع الترينجل اللي تحت ده محتاج اعرف 3 sides. طيب دي نحلها ازاي؟ The solution is هنقول in triangle ABC, ده ترينجل الكبير, D and E are midpoints, فعندي line segment اللي بتوصل ما بين 2 midpoints تبقى parallel base and equal half length. كلام دخلنا زمان middle wall. طيب يبقى since D and E are midpoints, therefore D equal half BC. يبقى BC equal 2 times 4 equal 8 سنتيمتر. 840 ال AD given 4 سنتيمتر. اوكي بعد كده قلت ايه؟ since BE is a median. طب انا قلت ليه ان هو median؟ لانه واصل من vertex لحد mid point. يبقى since BE is a median يبقى عندي BM وده الجزء الاكبر من median over BE وده median كله equal 2 over 3. ده زي الاكزامبل اللي فات. Therefore BM equal 2 over 3 times 6, 6D given B equal 6, so BM equal 4 centimeter. Okay, هنقول بقى since CD is a median, CD is a median, get to near the median لأنه وصل من vertex limit point. Okay, يبقى عندي CM over MD equal 2 over 1, so CM equal 2 times 3 equal 6 centimeter. Since perimeter of triangle BMC equal BM plus MC plus CB, يبقى therefore the perimeter of triangle BMC equal 4 plus 6 plus 8 equal 18 centimeter. ناخد example تاني.
example, ABCD is a rectangle. Its diagonals intersect at M. E is the midpoint of AB. CE subside BD equal point F. Add triangle ABCD. Its diagonal intersect at M. Add AC diagonal, BD diagonal intersect at M. E is the midpoint of AB. So E is the midpoint of AB. CE intersect BD equal point F. Number one, proof F is the intersection point of the medians of triangle ABC. Number two, F BF equal 4 cm, find the length of AM. نبدأ. هنقول إيه؟ Since ABCD is a rectangle, given, therefore diagonals bisect each other. دي خدناها زمان. إن عندي لو rectangle وعندي diagonals بتاعته يبقى diagonals intersect each other. يبقى therefore M is a midpoint of AC. لأن عندي AC the diagonal. يبقى M is a midpoint لأن the property of rectangle إنه bisect each other diagonals. يبقى عندي M is a midpoint. وده معناه إيه؟ إن أنا عندي B vertex. وعندي الام ميد بوينت في تراينجل ABC. ABC التراينجل التحتاني ده. طيب من فيرتكس الميد بوينت يبقى ده معناه ايه؟ ان بي ام ميديان في تراينجل ABC, وده اللي احنا قلناه. therefore M is a midpoint of AC. طيب in triangle ABC since M and E are midpoints, therefore BM ادي BM and CE ادي CE are medians. ليه يا جماعة medians؟ لان كل واحد فيهم طلع من vertex وصل الى midpoint for the opposite side. okay, therefore F is the intersection of medians. لان عندي two medians دول intersected at F, يبقى لازم F دي تبقى concurrent point. so F is the intersection of medians. كده انا عملت proof الاول. number two بقى كان بيقول لي if and BF equal 4 cm, طلب AM equal كام؟ انا هقول ايه؟ ان انا عندي ال BF ده انا عندي هو equal كام؟ يبقى اقدر اجيب MF. يبقى لما اجيب ال MF لانه median, الريشيو MF equal 1 وال FB equal 2, يبقى انا اقدر اجيب MF equal كام؟ بعد ما اجيب ال MF يبقى انا كده جبت ال BM كله. يبقى BF plus FM يبقى ال BM كله. طيب وبعدين عندي الريكتانجل ده, ادي الريكتانجل ده كله, عندي الدياجونالز بايسكت each other and are equal in length. يبقى ده معناه ان AC كله equal BD كله. طيب والدياجونالز بايسكت each other, يبقى الهاف بتاع الAC equal الهاف بتاع الBD, وده معناه ان الAM هيبقى equal BM. نشوف in triangle ABC, وده اللي تحت, since BM is a median, يبقى عندي MF equal half FB equal half times 4 equal 2 cm. وبعدين since the diagonals of a rectangle are equal in length, therefore AM equal MB. يبقى AM equal MB. يبقى AM equal 4 plus 2. ال 4 و ال 2, ال 4 هي ال BF وال 2 FM. يبقى equal 6 cm. يبقى عندي ال BM equal 6 cm, therefore AM equal 6 cm. وده كده the second required. أتمنى نكون فهمنا لسون النهاردة. نحاول نحل قدر الإمكان, وإن شاء الله هنكمل the medians of the right triangles and 30 degrees triangles.